انت بتعرفي شو هو مصير اللي بيفكر انه يهاجم سلطان دلهي ولا لا؟ بينحكم اعدام. اسمعي، انا هلا رح اعطيكي نصيحة واحدة. انسي كل شي صار، برأيي الماضي انتهى. انا قررت اني اطلق سراحك، رح اعتبر انك مو مزن بمشي، بس عندي شرط مو اكتر. انا بدي اياك تغادري دلهي باسرع وقت وتروحي لمكان كتير بعيد. صدقني، من 20 سنة وأنا عم استنى اللحظة المناسبة لحتى انتقم منك. كون واثق، مستحيل يجي يوم وانسى تاري يا إلتمش، وتأكد ما رح يهدالي بال لوقت ما أنا امحيك من هالدنيا واخفي أسهرك وآخذ بتاري. لو شو ما صار أنا رح أعاقبك، انت لازم تموت. اسمعي، هاي الحياة كتير قصيرة فوق ما تتخيلي. صدقيني، الحياة مانا كافية للحب نفسه، وانتي مصرة على الانتقام لو شو ما صار. بالنسبة للموت فحق على الكل، ممكن دوري بكرة وممكن دورك. مزبوط حكيك، بس أنا مستحيل موت بدون ما أقتلك. أنت هلأ السلطان، بإيدك كل شي وما حدا أبداً بيعترض قرارك. ليش ما بتخلص مني على الأخير وبتخلي حراسك يقتلوني؟ إيه فعلاً كلامك صحيح، هلأ فيني إنه أقطع لك راسك بكل بساطة، بس الأفضل برأيي إذا بتركك بهالسجن، وقتها رح يكون عذابك أكبر من إني أقتلك. لهيك مستحيل يجي يوم وأقتلك. ساعدوني، ساعدوني، في حية هون، ساعدوني.